أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج الكمنوري ابن مصر. أولا برحب بزميلتي المذيعة دعاء قاسم. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك اللي هتشاركني النهاردة في تقديم حلقة النهاردة. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. طبعا زي ما عودناكم هنكمل رسالتنا ونواصل فتح الملفات اللي بتحمل قضايا بتمس كل مواطن ومستقبل وطننا الغالي. كلنا بنسمع عن مدينة العالمين وبنسمع عن العالم عالمين، بس ما سألناش نفسنا مرة ايه هي أهمية العالمين كرمز، وليه الدولة مهتمة كل الاهتمام ده بالعالمين، وايه اللي ممكن يعود علينا احنا من المشاريع السياحية العملاقة اللي احنا شايفينها. ده اللي هنعرفه دلوقتي من خلال لقائنا مع ضيفنا الغالي العزيز الأستاذ باسم حلقة نقيب الساحيين. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بحضرتك. يعني لما يكون معانا النهاردة نقيب السياحيين يعني احنا قيمة وقامة وفخر للبرنامج النهاردة. عاوزين نعرف من حضرتك بداية كده ايه أهمية العالمين كمزار سياحي. هو الحقيقة طبعا مدينة العالمين من المدن الهامة بالنسبة لمصر، وخاصة ان هي بتقع في المسافة ما بين مدينة الإسكندرية وما مدينة مرسى مطروح. احنا عارفين كلنا انه الساحل الشمالي ما كانش بيشتغل الا 3 شهور الصيف فقط، وبقية السنة تعتبر استثمارات يعني معلقة ما بتستخدمش. النهاردة احنا كدولة بننشئ مدينة العالمين الجديدة لتكون مدينة تعمل طوال العام، وبنقدم احدث مدينة واذكى مدينة موجودة في افريقيا وفي الشرق الاوسط على ساحل البحر المتوسط. مدينة عالمية. طبعا، لان انت عارف حضرتك بنشوف الابراج اللي موجودة فيها، بنشوف الممشى السياحي اللي موجود، بنشوف الشواطئ، بنشوف حتى الظهير العمراني لهذه المدينة تم إنجازه بشكل يعتبر كامل، لأنه في عندنا في الإسكان للمواطنين اللي والأسر والشباب اللي هيبتدوا ينتقلوا للحياة ويعيشوا طوال العام في هذه المدينة. بنشوف المدارس، بنشوف المستشفيات، بنشوف الجامعات، يعني السوبر ماركت، الحياة كاملة موجودة في هذه المدينة، كاملة متكاملة طبعا. ودي تعتبر أحد الإضافات المهمة للأجندة السياحية المصرية، لأن احنا بدأنا نشتغل على يعني تفعيل برامج سياحية لزيارة هذه المدينة. ما ننساش كمان انه هذه المدينة فيها مطار العالمين الدولي، واحنا عارفين انه السياحة بدون طيران ما بتشتغلش، لان احنا بنعتمد على الطيران بنسبة 95%. طبعا، واعتقد انه ما تم من امكانيات وانجازات في هذه المدينة اعتقد انه بيؤهلها لانها تكون المدينة السياحية الاحدث والاولى في حوض البحر المتوسط. هل تمام. تنشيط المزار السياحي ممكن يعود بالنفع على السياحة وتنشيط السياحة في مصر؟ طبعا، لانه خلي بال حضرتك يمكن الشركه المتحده عامله يعني شغل كبير جدا في العام الثاني، ومقدمه مدينه العالمين للعالم بشكل يعني اكثر من مبهر. احنا بنشوف في فعاليات فنيه وعدد كبير من الفنانين الكبار اللي موجودين بيقيموا بعض الحفلات، بنشوف كمان انه بعض المشاهير الرياضه في مصر بيبقوا يقدموا بعض الاحتفالات دي، بتزيد من اثر السياحة وبتزيد من نفع عليها؟ طبعا، لان هي طبعا بيتابعها كتير او ملايين من المتابعين، ليس فقط في مصر ولكن في العالم العربي والعالم الدولي كله، لانه كله بيشوف الفعاليات دي وبيبتدي عنده الرغبه ان هو يطلع ويتواجد في مثل هذه الفعاليات. واعتقد انه ده بيزود الطلب على مدينه العالمين الجديده، وده اللي شفناه الحقيقه في النسخه الثانيه من مهرجان العالمين او العالم عالمين اللي موجود، وشفنا عدد كبير
كبير من السواح العرب اللي بيشاركونا في مثل هذه الاحتفالات والمهرجانات اللي هو موجود دلوقتي صح؟ موجود دلوقتي طبعا ما زال موجود، ويمكن على وشك ان هو بينتهي مده العالمين، لان الاحتفال والمهرجان في العالمين لانه كان مخطط له ان هو يبقى حوالي شهرين او نقول 55 يوم، واعتقد انه يعني نقدر نقول تم تحقيق الرساله او الهدف الاعلامي من تقديم مدينه العالمين. العالمين سريه بالاماكن الاثريه والتاريخيه، ده السبب الاساسي في نجاحها؟ طبعا احنا عندنا طبعا الاثار الخاصه بمقابر الحرب العالميه الثانيه اللي موجوده في العالمين، وكنا بنرتب زيارات دي بتعتبر مزارات تاريخيه للزوار بره. طبعا وبيجي لها يعني في اوقات متتاليه رحلات وزوار من اوروبا بيزوروا اجدادهم ومقابر اجدادهم اللي موجودين من الدول اللي كانت مشاركه في الحرب العالميه الثانيه، واعتقد انه بوجود انشاء هذه المدينه الحديثه ده كله ساعد بشكل كبير جدا على انها يعني ليس فقط لزياره مقابر العالمين الجديده، ولكن ايضا للسياحه والترفيه. فكره التفكير في المستقبل وفتح افاق جديده، هل بيساهم في حل ازمه التكدس السكاني في المدن الرئيسيه الكبرى في مصر؟ هو طبعا ده ما فيش كلام، لان احنا بنقدم المدينه بظاهرها العمراني، ودي تعتبر فرصه للشباب ان هم يعني يقيموا حياتهم الجديده ويعيشوا ويستقروا في هذه المدينه، وخاصه انه التكدس السكاني بيبتدي يمشي من حوض النيل الى مناطق يعني سكانيه جديده بنقدم فيها كل ما يتمناه لاقامه حياه مستقره ودائمة، واعتقد انها هتكون يعني مدينة مناظرة للإسكندرية وايضا مرسى مطروح. في سؤال بيطرح نفسه اتفضل، يعني المشاهد دلوقتي بيسأل سؤال، هل الشباب يقدر يروح العالمين يلاقي فرصة عمل ويلاقي سكن؟ طبعا الشباب. طبعا احنا عندنا وزاره التنميه العمرانيه او يعني بتقدم مجموعه من الاسكان للشباب ومحدود الدخل. أيوة، والاسكان محدود الاجتماعي الدخل. وده عشان يتقدم في الشباب، هو مجرد ان هو بيسافر يبتدي يبحث عن فرصه عمل، وفرص العمل هناك كمدينه ناشئه متوفره وكتيره جدا في عدد كبير من القطاعات، سواء حتى في القطاع السياحي، سواء في الفنادق او في المطاعم أو الكافيتريات اللي موجودة في مدينة العالمين، أيضا في المشروعات الهندسية والمعمارية والإنشائية هيلاقي فرص، وإذا وجد هذه الفرصة وأصبح هناك راتب أو كده بيقدر ياخد أوراق معينة يقدمها في وزارة أو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ويطلب إن هو سكن عشان يقدر يجيب أسرته ويبتدي يعيش بجوار أعماله يعني. السؤال الآخر الذي طرح نفسه وما نقدرش ما نسألوش لحضرتك، المتداول النهاردة ان العالمين عند بعض الناس طبعا ان العالمين للناس الاثرياء فقط. لا، وانا عشان كده سألت حضرتك السؤال الاولاني والسؤال الثاني طرح نفسه. لا، لا، في اي مجتمع ما ينفعش، طب يعني لو كلهم ظباط طب فين العساكر؟ ما هو لازم اي مجتمع بيبقى ناشئ لابد ان يبقى في التخطيط العمراني موجود مجتمعات اللي هي بياخد طبقات المجتمع كامله. طبعا اللي بنقدر ناخد منهم الاستثمارات والفلوس والحاجات دي كلها، وجنبه مجتمع اخر بيقوم على التوظيف وخدمه هذا المجتمع وبيحصل على الوظائف والاجر اللي بيتقاضاه. دايما كمان بنراعي في التخطيط العمراني انه يكون الانشاءات حتى السكنية أو المعمارية تكون تتوافق مع كل المستويات، بحيث كل مستوى اجتماعي عنده قدراته يلاقي موجود. حتى الشواطئ هناك ما عندنا برضو مخصص شواطئ عامة مجانية للمواطنين، يقدر ان هو يستمتع. الممشى السياحي اللي موجود، يعني كل حاجة متاحة لكل المواطنين. حضرتك صرحت بأن الشركة المتحدة قدمت للعالمين بشكل رائع بشكل جديد. طبعا ايه الدور اللي حضرتك ممكن توضحه لي للشركة العالمية المتحدة اللي تقدمه لي بالشكل الرائع ده؟
الحقيقه ده النسخه الثانيه اللي بتقدم فيه الشركه المتحده. احنا لما بنيجي نقدم مدينه جديده ممكن تقدم بشكل صامت، لكن لما بنقدم مدينه العالمين الجديده بشكل واضح طبعا. اولا الحفلات الفنيه اللي تمت في مده المهرجان بتاع العالم عالمين، ووجود عدد كبير من الفنانين والمشاهير اللي بيشاركوا في مثل هذه الحفلات وبنقدمها للمجتمع كله وللإعلام، هو تصييت رائع لهذه المدينة ونقدمها للناس. أيضا الفعاليات اللي بتتم سواء فعاليات رياضية أو فنية أو ثقافية، بنشوف الحقيقة كوكتيل رائع ومتناغم من الفعاليات اللي بتقدم في العالم عالمين، عشان بيشوفها العالم باستمرار، وفي رسائل للقنوات الفضائية ومتابعة يومية من المراسلين، فكل ده يعني يعتبر أعطى رؤية رائعة ويعني مشاركة للأحداث الآنية في هذه المدينة، وبالتالي احنا بنشوف انعكاسها على شهرتها وتقديمها للعالم في الجلب السياحي بعد كده، وده اللي انا اتوقعه في النسخة الثالثة العام القادم ان شاء الله في الاحتفالية هنشاهد فيها حاجات كتيرة. طبعا احنا شايفين العالمين قدامنا هي على الشاشة. طيب في سؤال يا استاذ باسم، هل المواطن البسيط اللي بيشاهدنا دلوقتي يستطيع ان هو يروح يصيف في العالمين؟ طبعا. وينزل البحر؟ طبعا. احنا في كمان مدينه العالمين القديمه ما هي موجوده وملاصقه لمدينه العالمين الحديث، وفي هناك يعني نقدر نقول في شاطئ مجاني، في شاطئ مجاني يقدروا يقضوا فيه وقتهم، في فنادق يعني بدرجات مختلفه كل واحد قدر الدخل بتاعه يقدر ان هو يقيم فيها، ايضا في شقق سكنيه بيأجرها المواطنين لبعضهم البعض باليوم زيهم زي اسكندريه زي مرسى مطروح، فيقدر هو واسرته والاكل اللي كان بياكله في بيته يقدر برضه هو نفسه اللي هيشتريه من السوق ويبتدي ياكله ويقدر يستمتع بهذه المنطقه الساحره. يعني لو قعد اسبوع بيضطر بياخد حاجات مستلزمات من غير ما ياخد هو هناك السوبر ماركت وحياه كامله ومقيمه. الاسعار طبيعيه طبعا عشان المواطن. احنا بنسمع دايما الاسعار عاليه في اي ايفنت في اي حاجه بنحس الاسعار غاليه جدا، فده واقع ولا مجرد نشر؟ لا انا عايز افسر ما بين حاجتين نفصلهم. لما اسمع ان في اسعار في الساحل الشمالي مغالى فيها في القرى السياحيه، ده يعني حاجه مختلفه تماما عما يقدم في مدينه موجوده كامله زي مدينه العالمين، فيها سوق وفيها حياه يعني، فدول ليهم مستوى. يعني هي زي مدينه اسكندريه بس واجهه اكتر بوجه واضح. بالظبط كده، هي زيها زي مدينه الاسكندريه بس تعتبر مدينه وليده حديثه وفيها نفس المقومات، واعتقد انه خلال السنه اللي قادمه واللي بعديها هنشوف في اشغال كبير جدا من المواطنين اللي بداوا حياتهم واستقروا في هذه المدينه. طبعا احنا على اعتاب فصل الشتاء دلوقتي، هل السياحه هتظل في العالمين في فصل الشتاء ولا هتبقى مواسم مصيف بس زي الاول يعني؟ لا هي حياه دايما. وحضرتك اشرت لكده في السؤال اللي قبل كده بس برضو هنوضحه. شوف اولا دي مدينه كامله شغاله طوال العام زيها زي مدينه الاسكندريه، واحنا بنشوف في اسكندريه فتره الشتاء يعني عدد ما فيش فيها مصطفين كتير، لكن بتبقى زيارات سريعه لهذه المدينه. اما مدينه العالمين تعتبر برضو مدينه بيبقى التحميل او العدد اللي بيزور ليها بيبقى بشكل مكثف في فتره الصيف، ايضا في اجازه نص السنه وهي فتره شتويه هتلاقي في كتير من المواطنين بيقضوا اجازتهم في هذه المدينه. طب هل العالمين في الوقت الحالي تعتبر مزار سياحي ولا مشروع تنموي؟ لا الاثنين الحقيقه. طبعا لان هي طبعا بالنفع. طبعا لان هي اولا مدينه سياحيه يعني تعتبر، ومدينه فيها كل المقومات السياحيه، احنا ما ننساش كمان سياحه اليخوت والمراين اللي موجوده في مدينه العالمين، وده عشان نبتدي نستحوذ مره اخرى على حصتنا من سياحه اليخوت بين دول الحوض البحر المتوسط سواء تركيا او اليونان والدول المنافسه، فالنهارده مصر بتستحوذ وبتقدم مدينه رائعه عشان تقدر انها تدعم وتجلب وتستقطب سياحه
سياحة اليخوت فيها، واحنا عارفين ان سياحة اليخوت من السياحات اللي هي يعني بتدر دخل كبير جدا على الدولة المصرية، وبتدعم نوع كبير من النشاط الاقتصادي بتاع ليه النشاط الاقتصادي المصري. طبعا دي حقيقة. الدخل القومي. فبالتالي احنا النهاردة بنقول انه دي بداية لتطوير منطقة الساحل الشمالي بوجود مدينة العالمين الجديدة. أعتقد كمان أنه الدولة المصرية بتتجه لتحديث وتخطيط مدينة رأس الحكمة التالية باستثمارات إماراتية. بنشوف كمان أنه باقي الساحل مطروح حاليا للمستثمرين سواء مصريين أو العرب أو الأجانب أن هم يستثمروا في هذه المنطقة الواعدة، وأعتقد أن هي أحد روافد التنمية الاقتصادية لمصر خلال السنوات القادمة. ده يعني دور النقابة ودور المرشدين السياحيين في الوقت الحالي لتنشيط السياحة اللي حضرتك بتقوله؟ اولا بالنسبة للنقابة هي يعني بترعى اعضائها من العاملين في شركات السياحة. بالنسبة للرحلات اللي بتتم بتبقى من خلال الشركات وليس من خلال النقابات، وده بتبتدي تدرجها ضمن البرامج السياحية اللي بتبتدي تعرضها على منظمي الرحلات في أوروبا وغيرها من الدول. وأيضا المرشدين السياحيين ليهم دور في مصاحبة الجروبات السياحية والأجانب، إن هم تشرح لهم ما تحوي هذه المدينة سواء في الجزء التاريخي الخاص بمقابر. في دورات توعية للمرشدين السياحيين للتنشيط السياحة؟ أعتقد المرشدين السياحيين هم زملاء في نقابة المرشدين السياحيين، وإحنا معنيين في نقابتنا بالعاملين بشركات السياحة، ودول قطاعين يمكن متشابهين ولكن كل له اختصاصه وعمله. أنتم كعاملين في السياحة في المجال السياحي، هل السياحة في مصر اتغيرت وهل نظرة العالم اتغيرت عن الأول؟ خلي بال حضرتك انه السياحه المصريه نجحت نجاح كبير جدا رغم الازمات الجيوسياسيه المحيطه بالدوله المصريه والمشاكل اللي بنواجهها على الحدود سواء الغربيه او الشرقيه او حتى الجنوبيه. يعني كل ده أثر بشكل كبير جدا على العالم ومنطقة الشرق الأوسط، وفي نفس الوقت حافظت الدولة المصرية على الأمن والأمان والاستقرار السياسي، وحافظت كمان على الحكمة في إدارة الملفات السياسية المطروحة، وده الحقيقة كان ليه دور كبير جدا في الاستقرار، ويعني أن تكون مصر أحد الوجهات السياحية الآمنة اللي بيتجه ليها السائح. أيضا مصر بدأت تستحوذ على حصص دول أخرى مجاورة عندها أزمات سياسية كبيرة، فبالتالي بدأت تغير الوجهة السياحية إلى الدولة المصرية. هل مصر قادرة على استيعاب 30 مليون سائح في الفترة القادمة؟ احنا بالفعل بدأنا نشتغل على هذا الملف، وانت عارف حضرتك ان مصر طاقتها الغرف الفندقية فيها حوالي 222 ألف غرفة فندقية، وفي حوالي 200 ألف غرفة فندقية ما زالت تحت الإنشاء في القرى السياحية، وفي مبادرة من الدولة المصرية بدعم القطاع السياحي ب 50 مليار جنيه كدفعة أولى للمستثمرين لسرعة الانتهاء من منشآتهم الفندقية لزيادة عدد الغرف عشان تقدر تخش الخدمة، ونضاعف عدد الغرف عشان نقدر نستقبل أعداد أكبر. في رأي طبعا رأي آخر بيقول عملنا العالمين ومش العالمين وهتعود علينا بإيه؟ فوضح الأمر للمشاهد البسيط اللي في الشارع اللي بيقول إيه اللي استفدناه من العالمين؟ الناس الكبار هم اللي استفادوا، الفيلا بكذا كده، فعرف الناس إن الموضوع للمصر كلها، للشعب كله، للناس كلها، لكل أطياف الشعب. شوف اولا كل ما يعني بنبني مدينه جديده هذه المدينه بتحتاج الى سكان وظهير عمراني يسكن هذه المدينه، بنتكلم عن فرص عمل جديده امام الشباب وامام المواطنين اللي هو عايز ينتقل بحياته من مكان الى مكان، من منطقه الى منطقه. كل ما انا بزود في الاستثمارات كل ما بيكون عندي حصيله كبيره جدا من فرص العمل للمواطنين، وده طبعا بينعكس على تقليل عدد او حجم البطاله اللي موجوده في مصر. وكل ما بنشتغل بيبقى في دخل، بيبقى في تنميه المجتمعيه للاسر المصريه، وده الحقيقه اللي احنا بنشتغل عليه. وفي نفس الوقت هو ايرادات يعني بتدخل للخزانه المصريه وبتدعم الاقتصاد المصري، وبالتالي مع حضرتك كده بتقول البطاله بتقل مع العالمين الجديده، مشروع العالمين الجديد. طبعا طبعا
لانه انت عارفه حضرتك انه كل ما ببني حتى يعني مشروع جديد انا محتاج عماله تشغله. لو عملت مطعم جديد انا محتاج يعني عماله عشان تشتغل في هذه في المطعم ده، مهندسين في البناء وتنظيم كل شيء، لانه يعني لو صاحب العمل عمل الاستثمارات بتاعته، طب مين اللي هيديرها له؟ ما هم المواطنين المصريين. حتى لو استثمارات عربيه، ما هو برده اللي هيديرها له مواطنين مصريين، يعني الاستفاده من الدخل القومي خارجا وداخلا. طبعا، وبتعزيز الاقتصاد المصري، وده اللي احنا بنتوجه ليه حاليا. عشان كده الدولة المصرية بتشجع الاقتصاد والاستثمارات في مختلف المجالات، ليس فقط في السياحة. طب ايه الرسالة اللي حضرتك تحب توجهها دلوقتي لتنشيط السياحة في مصر وفتح آفاق جديدة لمستقبل جديد؟ احنا عايزين نشتغل زي ما الدولة المصرية بدأت تشتغل في التنمية بخطوط متوازية. احنا النهاردة بنقول انه كل محافظة في مصر هي ليها دور مهم جدا في التنشيط والترويج السياحي في المحافظة بتاعتها. على الاقل عندنا اعياد قومية بتقام في المحافظات، لو احنا كل محافظ عمل حفلات وكرنفالات واحتفالات لمدة اسبوع بمناسبة العيد القومي للمحافظة وتقديم الفلكلور والشوارع، والمواطنين يشعروا بأن هناك احتفال خاص مميز لهذه المحافظة، ده بيشجع القطاع السياحي أنه يعني يبتدي ينظم رحلات لزيارة هذه الأماكن. كمان يعني التوسع في عملية الفنادق عشان إقامة السواح اللي موجودين فيها، يعني تطوير المناطق اللي موجوده الاثريه والسياحيه اللي موجوده في محافظته، ده شيء مهم جدا. الاعتناء بالنظافه فيها، تقديمها بشكل يعني عايز اقول انه على كل المحافظات المصريه انها تتنافس بينها وبين بعض في جذب اكبر حصه ليها من السياحه اللي بتيجي لمصر. دايما لما نيجي نبص للمجتمع النهارده او نبص لمصر النهارده ونيجي نبص لمصر قبل كده، هنلاقي البلد اتنقلت نقلة كبيرة، وبقى العالم كله بيبص لها بصة كويسة، وبدأنا زي ما انتوا عارفين دلوقتي أمن مصر القومي يكاد يكون هو أمن الدول العربية كلها. عشان مصر تستقر لازم الدول اللي حواليها كلها تكون مستقرة، واحنا شايفين الرئيس بيعمل ايه، وشايفين بيعمل ايه عشان المية، وشايفين بيعمل ايه في السياحة، وبدأت الدولة تنتعش، وبدأ المواطن يحس بالطرق الجميلة، والحوادث بدأت تقل. احنا بنشكر الرئيس من خلال برنامج الكمنوري ابن مصر، لان احنا شايفين مصر بتتطور، ولسه احنا برضو واقفين مع رسالة الرئيس بناء الدولة وبناء الانسان. برضو في وعي، في علينا دور كبير كإعلام على اللي ما يعرفش البلد فيها ايه، ادي احنا بنعرف على قد ما بنقدر. وحضرتك دلوقتي محتاج تقول حاجة قبل ما نختم؟ بقول إن شاء الله إحنا يمكن تعبنا شوية الفترة اللي فاتت، لكن القادم هيبقى أفضل، لأن مصر بتسير بخطة سريعة جدا نحو التنمية لمواجهة يعني تربص خارجي للشعب المصري وللمواطنين. فأعتقد القادم أفضل، وإحنا صبرنا كتير، وإن شاء الله الحصاد قريبا جدا. شكرا يا فندم. شكرا لك. العالمين تعتبر تجربة مصرية رائدة أثبتت نجاحها في جذب أنظار العالم في مصر، وفي تنشيط السياحة على مستوى على المستوى الدولي وعلى المستوى الداخلي أيضا. علشان كده إحنا محتاجين كلنا إيد في إيد نساهم في استمرار النجاح والاهتمام بالصورة المشرفة اللي إحنا وصلنا لها بفضل دعم الدولة المصرية وفكر القيادة السياسية. مشاهدينا الأعزاء، في نهاية لقائنا نشكر ضيفنا العزيز الأستاذ باسم حلقة، نقيب السياحيين في جمهورية مصر العربية. نورتنا يا فندم. شكرا. وبشكر زميلتي دعاء. شكرا. هنطلع فاصل صغير ونرجع مرة تانية نتكلم في موضوع جد مهم جدا بيمس صحتنا كلنا، انتظرونا. رجعنا لكم أعزائي المشاهدين مرة تانية، وموضوع مهم جدا. بدأنا نسمع في الفترة الأخيرة عن جدري القروض. أيا كان حجم المشكلة، وأيا كان خطورة المرض، وأيا كان مدى انتشاره، فكلنا
مرينا بتجربة مريرة وهي جائحة كورونا لو تفتكروا. الأمر اللي خلانا طول الوقت عندنا شعور إن المرض مش بعيد عننا وإن الانتشار ممكن يكون أسرع من الخيال. علشان كده التأكيد ما عندناش استعداد نعيش التجربة اللي احنا عشناها دي مرة تانية أو نفقد أحبة زي ما شفنا فيروس كورونا عمل فينا إيه. وبالتالي واجب علينا أول ما نسمع عن مرض جديد وعن ظهور حالات في بعض دول العالم إن احنا نناقش أبعاد هذا المرض وخطورته ومدى انتشاره وإمكانية تفشيه في المجتمع بتاعنا. ده اللي هنعرفه دلوقتي مع ضيفنا العزيز الدكتور سمير عنتر، استشاري الحميات والأمراض الباطنية، نائب مدير مستشفى حميات إمبابة سابقا. أهلا بك يا فندم. أهلا بك يا أستاذنا، منور الدنيا. أهلا بحضرتك. أخبارك إيه؟ الحمد لله رب يخليكم. بداية عرفنا الأول إيه هو جدر القرود. شكرا لسيادتك وشكرا للقناة. تفضل حضرتك. قناتنا الحبيبة صحة وجمال. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هو موضوع الساعة من ناحية منظمة الصحة العالمية اللي هي بتبقى منوط بيها الترصد لأي بؤر أمراض معدية موجودة في العالم في أي مكان. الترصد دوت بيبقى معناه إن احنا بنبلغ منظمة الصحة العالمية بإن في انتشار لمرض معين معدي في منطقة معينة من العالم بشكل يكون ملحوظ عن المعتاد. يعني ايه الجملة دي؟ اتفضل. يعني الجدري اولا معروف انه هو، من هنقول جدري القرود يبقى لازم نعرف الكلمتين. جدري هو الجدري المرض الشهير اللي كان موجود على الكرة الارضية لغاية سنة 77. قبل كده كان من يعني على مدى حوالي 2000 سنة في التراث وفي الاساطير وفي الكتابات وفي الحكاوي بتاعت الشعوب، ما كانش فيه طبعا ترصد قبل كده زمان، ان في مرض بيجي على هيئه حراره عاليه ومعاه طفح جلدي شديد على الوش والجلد كله وبيسيب اثر لما ينتهي بحفر وكلام من ده مكانه، وانه هو مرض شديد الفتك لدرجه ان هو كان بيعمل. احنا معانا صور على الشاشه اهي موجوده. دي اعراضه ايه باينه؟ بيبقى في الجدري مش الجديري. الجدري يعني الجدري ملوش صور عندنا هنا. فكان الجدري دوت موجود بشكل بقى يعني مؤسف جدا، لانه كان بيلتهم اكتر من 30% من المصابين. بيلتهم يعني حالات موت. ده كان الجدري اللي كان موجود قبل كده وكان منتشر بالذات في تم ترصده بشكل واضح في الهند من حوالي 200-300 سنة. ليه ترصده في الهند أو ليه حصل الترصد أصلا؟ طبعا في التوقيت ده من 300 سنة كانت بريطانيا اللي بيسموها وقتها بريطانيا العظمى كانت عليها فتوحات في الشرق وكانت واخدة الهند معاها من ضمن المستعمرات وكان فيها جنود إنجليز كتير بحكم الاحتلال، وكانوا بيصابوا بمرض ما كانش موجود في أوروبا وكان اتعادوا بيه من الهند. فابتدى ان هم يشوفوا ايه الموضوع ويعملوا عليه ابحاث كاطباء وكطب متقدم عن الهند وترصد الحالات، وابتدى يتسمى جدري. وكان في التوقيت ده الابحاث ابتدت تشوف ان هو ده مرض فيروسي، والامراض الفيروسيه من زمان لغايه دلوقتي ملهاش علاج حاسم زي المضادات الحيويه اللي بتتعالج بيها الامراض التانيه اللي هي اسمها البكتيريا. فانا تعرف انه بيتحور، عارف حضرتك ان هو الميكروب اللي هو مسبب المرض يا اما بكتيريا يا فيروس يا فطخ. الفرق بين الفيروس اللي هو بيبقى اشد واحد فيهم، مش مساله اشد، هو طبيعته ان هو بيكون يعني غزو للجسم جوه بيكون داخل الخليه بتاعت الجسم، المناعه بعكس بعكس البكتيريا اللي بتبقى خارج الخليه. فمن هنا كان بيبقى صعوبه علاجه، كأن واحد دخل في مكان يعني مكتظ بالسكان واخد معاه رهائن وعامل مشكله. فهنا دوت عشان تخلص الناس منه لازم تخلصه مع الرهائن دي. كان بيبقى الادويه تبقى يعني خطر جدا جدا وما هياش فعاله قوي، لانه كان لازم تاثر على البني ادم مع تاثيرها على الفيروس نفسه. المهم ان الفيروس دوت
بما انه هو فيروس وملوش علاج في التوقيت ده من 300 سنه يعني كنا لسه بنحبه برضه في الطب مش جامدين قوي. فبالتالي كان موضوع الامصال العقل يقول انه هو ندي لقاح عشان نحمي الناس اللي موجوده والناس اللي هتيجي وفي التوقيت اللي هو ممكن ينتشر فيه نلقح الناس او نحميهم. تمام. اللقاح لما اتعمل في الوقت دوت في الهند كان بيتاخد طبعا بطبيعه الحال للجنود البريطانيين اساسا مش للناس اللي هم المحتلين اللي هم الهنود اصحاب الارض. فكمان كان بيواجه الموضوع الطب عندهم هناك في التوقيت ده بعض الاساطير وبعض الخزعبلات نتيجه اللي هو يعني شعب اسطوري شويه. فلا دي دوت من غضب الالهه عليكم الالهه بتاعتهم يعني هم مسمينها اسامي معينه. اسبابه ايه يا دكتور؟ نعم اسبابه ايه؟ المرض بيجي عن طريق فيروس بينتقل عن طريق الرذاذ بتاع الفم يعني زي الكحه وزي الانفلونزا او بالمخالطه يعني واحد يلمس واحد يبوسه او ياخد قطعه من ناحيته او تعامل شديد يعني لصيق جدا في الايه في التصاق بين الناس وبعضها. استخدام الادوات الشخصيه بتاعت حد يجي اي ادوات شخصيه ممكن تؤدي على تقرب من الفم او او الانف ممكن يبقى محمله بالفيروس. ده كان الموضوع بتاعه لغايه لما هم عملوا تطعيم لكل الهند وابتدى بعد كده عشان ابتدى الموضوع نتيجه التجاره وايه اللي جاب بتاع بريطانيا للهند المراكب التجاره والمراكب والحاجات دي هتنقل شخص عنده المرض دي مكان تاني فابتدى يكون في تطعيم شامل للعالم كله اتطعم العالم كله انتهى اخر حاله للجدري اللي هو اصل الاسم سنه 77 1977 وكانت في الصومال وختمنا بالشمع الاحمر مفيش جدري في العالم. طب في حاجه مهمه يا دكتور اتفضل. لما شفنا الصوره هنا على الشاشه في جوه الجسم كده مش المرض مش باين بره. طيب لو واحد مصاب طب ما احنا مش هنعرف ان هو مصاب حتى هو بيبقى عارف ان هو مصاب ومش زرع بس مش زرع على وشه حاجه. لا طب احنا بقى عايزين لسه بتصحي الجيل دي ما ظهرش عليه. الصور اللي جبناها اتفضل يعني هي الفكره ان هو ده مرض فاضح لنفسه اصلا مرض فاضح لنفسه يعني الامهات في مصر عارفين الجديري ازاي يا دكتور؟ الحبوب طفح الجلد اللي موجود اي طفح جلدي على الجسم يبقى شيء غريب وطفح مميز وبياخد الجسم كله مش منطقه معينه بيبدا في الصدر بس في الوجه بقى حاجات بسيطه ثالث يوم بتلاقي الجسم كله قدام يعني ورا انتشر يعني في بدايه بيبقى الجسم من جوه بعد كده بيروح منتشر على طول ما هو بينتشر الميكروب بيخش جوه الجسم عن طريق الفم وعن طريق السعال وعن طريق التنفس داخل جوه الجسم بياخد يومين ثلاثه لغايه لما يظهر بحراره عاليه بعد الحراره العاليه بيوم او يومين يظهر الطفح الجلدي يعني تاخدش اسبوع اكتر من لغايه لما يكشف المرض. يعني الامهات في مصر عارفين يعني ايه جديري واطفالهم سيادتك خدته والاستاذه خليته وهي بتبقى صغيرين فيبقى هنا الكلام الامهات بتيجي العياده بتقول انا شاكه انه عنده جديري زي ما كان زمان بيقولوا ان احنا شاكين ان الولد ده عنده حصبه والام عارفه والجده عارفه والشارع كله عارف بس جايين يتاكدوا. لكن دكتور الجديري ده بيسبب الموت؟ لا الجديري بقى اللي هو الابن الاصغر للجدري التالي للجدري فسميناه جديري لان مفيش جدري بقى خلاص انتهى عن طريق التطعيم في العالم كله فبقى الجدري موجود وده الفيروس بتاعه معروف برضه وليه تطعيم موجود والاصابه بتاعته بتبقى اصابه يعني خفيفه وغالبا بتبقى بتعدي كرنت كده يعني مجرد الطفل ياخد حاجات للهرش اللي بيجي له شويه حاجه للحراره مع اي ادويه يعني تساعد اذا كان في معاها مشاكل تانية في الجسم من كحه شديده ولا حاجه والموضوع بينتهي بامان الله في خلال اسبوع او اسبوعين. هل له فتره حضانه يا دكتور؟ هو فتره حضانه 4-5 ايام وبيقعد يستمر في الجسم عشان الشفاء الكامل من حوالي من اسبوعين لاربعه. يعني الطفل لو خد النهارده العدوى يبقى واحد لو خد العدوى النهارده 1 اغسطس يبقى نقول ان هو فري تماما بعد 21 يوم 21 اغسطس ماشي؟ تمام. ده من ناحيه الجديري. الجديري طبعا معروف ان هو حبوب بتبقى بتعمل هرش جديد ده عارفاه الامهات كلها وبتبقى زي حويصلات يعني في فرق بين قرص الناموس او البراغيث ده يعمل حمار في الجسم وخلاص تحط ايدك عليه ما تحسش حاجه لكن بالنسبه للجديري بتحط ايدك عليه بتحس ان في حاجات بارزه وايه اللي في الصوره دي في اكياس ايه اللي في الصوره دي شايفه قوي مش واضح قدام مني بتبقى زي حويصلات كده لو سمحتوا حد يعدل الشاشه بس عشان تقدروا تشوفوا الصوره كده بتبقى موجوده ماشي. زي مثلا نقطه زيت دوت على الجلد او حاجه زي كده يعني حاجه كاويه يعني دكتور الوقايه ازاي من المرض ده اللي هو اللي مش حامل المرض الجديري ما فيش حامل لكن هو الجديري لازم ينتقل عن طريق مريض بالجديري مصاب لسه ما خفش يخالط مريض يخالط انسان بالمخالطه ما خدوش طب اقي الزان بقى من خلال المخالطه الام والابن الزين يعني مثلا ابن عندها مريض فهي انا عاوزه اتجنب المرض يتنقل ليها انا برايي ما فيش حل عملي يعني بقول لك كانت المساله بقت سهله او بسيطه الكلام بتاعنا على المكاتب
كلامي يعني، لكن هو الكلام العملي ما فيش حاجه بتعمل وقايه، لان الاختلاط النهارده شديد جدا خصوصا في المدارس والحضانات. يعني في طفل مسكين محاط ب يعني كوماندوز حواليه واعداء من اصحابه الطفل، يعني انا بعمل له عزله في البيت لغايه ما يخف، ولو هو الطفل مرض هيتعزل، لكن الطفل السليم لما يروح الحضانه هيعرف صاحبه ده عنده برد ولا عنده كحه ولا عنده جدري منين. فمساله مش مرعبه قوي، لان هو حتى لما بيجي بتبقى الامهات عندها نوع من الامان والهدوء، لانها شافت ان صاحبتها ابنها خف او بنتها خفت في هدوء. القصه دي اللي هي جديري حراره اطفال هرش يخف، ده قصه بتاعت جديري. ايه بقى جدر القرود ده؟ اتفضل. من حوالي اسبوعين ثلاثه طلع اعلام من وزاره الصحه العالميه ان في ارتفاع في نسب اعداد المرضى او المصابين بحاجه اسمها جدري القرود. جدري القرود او القرد، جدري القرود يبقى لازم يكون في قرد. يعني هيبقى فين؟ في الاسكا؟ لا طبعا، هيبقى موجود في المنطقه فيها اعشاب وفيها غابات وكلام من ده، اللي هو مثلا زي وسط افريقيا اللي هي بنت فيها البقرة دلوقتي اللي هي أوغندا. المنطقة دي بيبقى فيه عند القرود بتصاب بالفيروسات زيها زي الإنسان. وهو الحقيقة برضو نقول كلمة برضو للناس كلها عشان تبقى فاهمة إن القصة ما هيش يعني اختراعات. أصل الإنسان على الكرة الأرضية لما نزل ما كانش أول مخلوق عليها، ولا كان ما مش معقول إن هو ربنا هينزل الإنسان وبعد كده يطلع له الشجر ويطلع له المية ويطلع له الأسماك ويطلع له الحيوانات. لا، نزل لقى كل حاجة موجودة. إذا الكائنات اللي كانت موجودة دي على الأرض من قبل الإنسان فيها سواء حيوان أو سواء طائر أو سواء زرعة أو سواء مية أو سمك أو خلافه، فيها الكائنات ديت بينها وبين البيئة توازن طبيعي. يعني إيه توازن طبيعي؟ يعني الهواء بيبقى موجود عشان في شجر موجود بيطلع بالليل الأكسجين، بيختص من الجو ثاني أكسيد الكربون، في سمك موجود في المية بيعمل تغذية للسمك الأكبر، في طحالب موجودة في المية عشان الزرع يطلع، في حاجات ماشية مظبطة نفسها بنفسها. وكمان البكتيريا والفيروسات اللي احنا بنتكلم عليها دلوقتي والطفيليات أصلا ليها فوائد في الأرض وفي الكائنات اللي موجودة حوالينا، في بكتيريا نافعة وبكتيريا ضارة علشان تبقى الكون يستمر. لما نزل الإنسان أصيب بالكائنات اللي هي بتصيب الحيوانات والأسماك والطيور من تعامله معهم. يعني انا هصيد قرود، في مرض اسمه جدري بيصيب القرود ممكن اصاب بيه. انا في عندي مرض معين بيجي من التعامل مع الطيور، الطيور دي فيها فيروس معين برضه زي ما كان بيقول انفلونزا الطيور من حوالي كام سنه، يبقى ممكن الانسان يصاب بيه. اذا اصل الميكروبات والكائنات دي كانت بتتعامل مع السكان الاصليين للارض قبل الانسان، هي الحيوانات. فهنا لما يتنقل حاجه من السمك او من الكلاب عن طريق العض او من الطيور عن طريق النفس بتاعها ويطلع منها مرض فيروسي اسمه انفلونزا الطيور، او الخنازير بنسميها انفلونزا الخنازير او مش عارف ايه كان مرض الخنازير برضه. فاحنا كنا بنسمي الامراض اللي بتطلع في اوبئه باسماء الحيوان الكائن اللي هو الاصل بتاعها اللي كان بيتعامل معاها وجات عليه اصلا. واحيانا كنا بنسمي الامراض والحاجات ديت بالمكان، يعني يقول مثلا انفلونزا المكسيك، انفلونزا هونج كونج، انفلونزا الماو ماو، اعتبر ده المكان اللي انتشرت فيه القصة بشكل كبير. القرود في افريقيا بتصاب بالفيروس ده، طب ايه علاقة الانسان بيه؟ احنا قلنا ان الانسان من تعامله مع الحيوان الفيروس ممكن ان هو يعدي للانسان اللي بيجي من الحيوان هو زي القرد. طب هل هو نفس الفيروس اللي موجود في كل الدنيا؟ لا طبعا، اذا قلت حضرتك بيعمل نوع من التحور من حين لاخر ومن شكل لاخر طول ما هو في طريق في حياة لغاية يوم القيامة. هنا الناس دي لما خدت إصابة بالفيروس وزادت شوية عن العدد، يعني إيه زادت؟ يعني كان في إحصائيات إن في على مدار السنين اللي فاتت في عدد معين بسيط بقى مصاب بإنفلونزا القرود وبيخف، بيتعامل مع 20 واحد 30 واحد وهكذا كل 4-5 سنين. المرة دي لقينا عدد كبير. طب إشمعنى المرة دي أنتم حامقين نفسكم يا دكاترة وعاملين منظمة الصحة العالمية وإحنا راسين إرهاب؟ لا مش إرهاب، لأن انتقال الأمراض الجغرافيا النهارده ما بقتش حائل ليه ولا عازل ليه ولا حاجه تفصل، لا الجغرافيا ضدها الطيارات والمراكب والعربيات والعالم كل يوم الصبح ابسايد داون اللي كان موجود في الهند بيتغدى في امريكا واللي موجود في اوغندا ممكن يتعشى في القاهره. فالناس تنقلاتها دي ممكن تاخد امراض معاها وتيجي، زي ما كان زمان في مرض اسمه الطاعون كان بيجي من بعيد قوي عن طريق ايه؟ الفئران. طب ايه اللي جاب الفار من الهند؟ انت مجنون يا دكتور،
لا بيبقى ناطر على المركب مع البضاعه اللي موجوده وبينزل في الميناء اللي في السويس بينقل الامارات. يبقى زي وسائل الانتقال والبضاعه والتجاره العالميه قربت المسافات بين الشعوب وبعضها وبين الاماكن وبعضها وبين الامراض وبين تطور المجتمع بتاعنا ادى لتطور الامراض كمان. التطور العالمي اللي هو حتمي ما يقدرش حد يمنع تجاره ولا حاجه زي كده. يبقى فاضل ايه؟ الترصد. تشوف حاجه في مكان معين تبتدي انت في المطار بتاعك تعمل حجر صحي اذا كنت في عليك علاقه بيها. ما فيش حد في ده فيش دوله في العالم ما لهاش علاقه بالثانيه. كانوا بيقعدوهم يا دكتور 14 يوم كده 14 يوم حجر صحي. كل مرض وليه مدته حسب المكان اللي هو جاي منه. مثلا الحج كان بيبقى اسبوع او اقل. الناس اللي راجعه منه عشان يشوفوا اي حاره عندهم او مفيش حاره يروح مروح. او كنا بنعمل دلوقتي عزل في البيوت نفسها ونتابعهم عن طريق مكتب الصحه. والناس اللي هي بتاعت انفلونزا القرود طبعا دلوقتي والكلام ده او جدر القرود يعني كان البروتوكول فيه اسمه بروتوكول العالمي عشان احنا مش هنخترع عندنا نظام يشز عن العالم كله. يعني بنقول يا عالم يا هو يا اللي موجودين في الدول العالم كلها احنا عايزين كل الدول اللي يجي لها حد من منطقه وسط افريقيا نازل من الطياره تاخدوا اسمه وعنوان والمكان اللي هيروح فيه وتتابعوه عن طريق الناس المسجلين الصحيين بتوعكم يوميا يعدوا عليه ويطمنوا عليه عنده حراره ولا لا مرض ولا لا ولا كلام من ده اي اعراض خفيفه افهمها الدكتور بتاعت والمسؤول بتاع الحجر الصحي. لو سمحت كده في فيروس ضار وفي فيروس نافع زي البكتيريا؟ لغايه دلوقتي ما فيش فيروسات نافعه لكن في بكتيريا نافعه. فالفيروسات كلها اللي احنا نعرفها في علمنا احنا يعني كلها فيروسات بتبقى ليها الطبيعه الهجوميه اللي هي ممكن تاذي الانسان. والفطريات فيها نافع وضار برضه طبعا. طب يا دكتور بصفه حضرتك متخصص في الحميات لما بيجي لك مريض الحرارة بتاعته مرتفعة زيادة عن اللازم مثلا احنا عارفين الحرارة درجة حرارة 37 ايوه الحرارة ارتفعت بتحدد المرض او بتشخص المرض ازاي او بتعرف ان الحرارة دي مش طبيعية ازاي اولا انت اي حاجة اي ارتفاع للحرارة فوق 37.5 يبقى حرارة مش طبيعية فوق 37.5 يعني هو الطبيعي الاقصى لغايه 37.4 احنا بنسهلها للناس 37 تمام فبنقول اللي يزيد عن 37 يجي لنا مش هنقول له بقى ونص وربع والكلام ده وبتاع الحراره العاليه ليها مسببات يا اما الراجل ده عنده حمى وميكروب ومرض فيروسي او بكتيريا او كذا او كذا زي الامراض كلها يا اما ان هو جاي واخد ضرب الشمس وقاعد في مكان معين زي اليومين دول وجاي واقع في الشارع يا اما ان هو عنده مرض معين له مرض ميكروب ولا كان في الشمس وجاي في عز التلج وحرارته سخنه ليل نهار بقاله مده علشان عنده مثلا اورام زي مثلا اورام الدم زي اللوكيميا والسرطانات والحاجات دي كلها بتعمل حراره وهي ما معهاش ولا تتعالج بمضاد حيوي بتتعالج بانك انت تشيل المرض نفسه او السرطان تعالجه واخد راحتك ازاي؟ في اورام ثانيه مثلا مشهوره في الكبد او في المخ او في الرئه اورام ما هياش برضو التهاب ولا هي مرض يحتاج تتعالج بمضاد حيوي ولا يخش عليها مركزه بتاع الحميات ده بيبقى معاه حراره عاليه علشان في عنده ورم معين من طبيعته انه يرفع حراره الجسم. في غدد لما تزيد عن حدها شويه الغده الاشهر اللي بيقولوها كل البنات والستات دلوقتي الدرقية. الغده الدرقيه في نوع منها اسمه التسمم بالغده الدرقيه يعني التسمم يعني يبقى اوفر يعني تحلل الواحد العادي تلاقي افراز الغده مرتفع شويه. اسباب يا دكتور اسباب ربانيه ما دي بنسميها اسباب ربانيه او اسباب مناعيه لكن ما لهاش مرض معين او انا اتجنب شيء ما يحصليش ده شيء قدري. فدي لما بتكون موجوده بتعمل ارتفاع شديد جدا 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 زي كانك فتحتي شلال من الهرمون نفسه على الجسم. فده الهرمون ده في طبيعته الاصليه في حدوده الاصليه البسيطه المعقوله اللي ربنا مديها لنا بالحدود دي بتساعد على ان الجسم يبقى يحافظ على حرارته ويحافظ على حيويته ونشاطه. دكتور هو في ادويه بتجنبنا المرض الجديري القرود؟ لا في حاجه اسمها الاجراءات الوقائيه الطبيعيه لاي انسان عنده عقل. ان انا عندي اولا مفيش عندنا مشكله مش هنقول مفيش مشكله يعني مش بتوع سياسه لا احنا راجل بتاع انا راجل بتاع صحه وطب ما عندناش مشكله في مصر الحمد لله ما جالناش حالات يعني هل متوقع تيجي حالات في علم الله لو جت الحالات هنعمل معاها ايه هنعزلها ونبتدي نتابعها لغايه لما تكف. دكتور نصيحه اخيره الكاميرا مع حضرتك نصيحه اخيره بس النصيحه بتاعتنا للناس كلها مفيش داعي للهلع في نفس الوقت برضو نقول يعني ننتهز هذه الفرصة ان احنا نحافظ على اولادنا نعلمهم الاجراءات الصحية السليمة اللي هي ما يبقاش فيه استعمال لادوات حد من زمايلهم في الحضانة او في المدرسة ما يجيبش اي اكل من الشارع ايا كان من اي بياع لان احنا ده مش مضمون
ثالثا ان احنا نكون في تهويه كويسه للمنازل مع استعمال الهدوم دول مع حر استعمال المراوح وشرب الميه الكتير واكل الفواكه الطازه وتجنب اي اكل خارجي والرياضه او المشي للناس المعوجيز. ده كله النصايح العامه. لكن بالنسبه لاجواء جدر القرود لغايه دلوقتي الحمد لله رب العالمين احنا في امان والعالم كله في امان نتيجه الترصد السليم. احنا في امان والعالم في امان نتيجه الترصد السريع. جدري القرود هو مرض فيروسي سهل الانتشار ولكن ايضا من السهل السيطره عليه لو تكتفنا جميعا كل في موقعه حتى على مستوى الافراد بالوقايه والنظافه والكشف المبكر عن أي أعراض غريبة. حفظ الله مصر وشعبها من كل سوء. أشكر ضيفي العزيز الدكتور سمير عنتر استشاري الحميات والأمراض الباطنية. شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم. وبشكر زميلتي العزيزة الأستاذة دعاء قاسم نورتيني شكرا ليكي. وبشكركم أعزائي المشاهدين على أمل اللقاء بكم في حلقات قادمة في برنامج القمنوري ابن مصر.